لازم تقديمي انا فاطمه الجاوزي. كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها، لا تنسوا الزر الاحمر زر الاشتراك وتاخذوا لكم فرع في القناه. انا ماني مصدقه انه هذه الحلقه رقم 12 وانه احنا في اخر 2017 ووصل 3500 مشاهده، وحابه اقول لكم شكرا شكرا شكرا. فاليوم بسوي حلقه سبيشل للبنات، العيال معلش تحطوا على جنب اليوم، بما انه انا من عشاق الحمام المغربي واول ما انزل السعوديه احرص اني اخذ لي فم مغربي ضروري ضروري، وغير متوفر هالحمام في امريكا. انا قررت، او العرق المغربي في قرر، صافي كان يتعلم يعمله بالبيت، له اكثر من 1000 طريقه وطريقه صراحه، لكن انا اخترت لكم طريقه ممكن كل المبتعثات يلاقوا الادوات في بلد الابتعاث. جاهزين؟ يلا نبدا. اوكي، هنحتاج طشطين، معالق، طبعا انا جايبه لكم معالق بلاستيك لانه ما فيش شريط يتنظف من بعد البت بطه. احتاج مقدار من الحنه والصدر، قرنفل مطحون او مسمار مطحون او حبه البركه مطحونه اللي عاوزينه، ميه ورد، طين وصابون مغربي اسود، ليفه او كيس مغربي. راح تلاقوا المقادير في حبيبنا امازون والروابط تحت في صندوق الوصف. منشفة عشان نسد فيها باب الحمام عشان بخار المية ما يتسربش من العتبة، وحنحتاج توصيلة كهرباء وغلاية. اوكي يلا نبتدي. اول حاجة هتعملوها انكم هتغلوا المية وسط الحمام مع فتح الغطاء بتاع الغلاية. الحركة دي بتعطي وقت اطول للغلاية عشان تشتغل، وبالتالي بيعطينا بوخ اكتر. ما تنسيش تسدي عتبة الباب عشان نمنع اي تسرب ممكن يحصل للبوخ. في الوقت اللي المية بتغلي احنا نروح نحضر الخلطات. في الطاسة الأولانية راح نحط مقدار من السدر والحنة والطين ومية الوردي والقرنفل، ونقلب 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 كويس كده حتى تحصلي على كثافة زي اللي هتعملها البت الشطورة العمورة بطة. وريهم يا بطة، وريهم يا حبيبتي. أيوة أيوة، برافو. أوكي اللي بعده. وفي الطاسة التانية هنحط الحنة أو السدر والصابون المغربي ومية سخنة، ونضرب 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 لحد ما نوصل للكثافة المطلوبة. وريهم يا بطة. أيوة، وبكده تكون الخلطات جاهزة أهو. حاولي تقعدي في الحمام وسط البخار لحد ما تقدري عشان تفتحي مسامات جسمك، وخلي بالك مش عايزين حد يغمى عليه وتقولوا طنط رجاء قالت. مهم جدا انك تشربي مية كتير. الخطوة اللي بعديها بعد ما تقفلي على البخار انك تحطي من الخلطة الاولانية طبقة خفيفة على جسمك ووشك وتسيبيها لحد ما تقسى، وبعدين تبتدي تفركي بالليفة لحد ما تشوفي وعساء الصفر وكأبة المنظر بتنزل في البانيو. اشطفي جسمك كويس وبعديها طبقي الخلطة التانية وفركي بايدك وخليها 10 دقايق. خلطة الصابون دي بتخلي جلدك املس وناعم بشكل انما ايه هتدعيلي. وبعد كده يا حبيبتي اشطفي جسمك الشطفة الأخيرة بالمية، وأول ما تخرجي من الحمام ما تنسيش التطيب، مهم جدا جدا جدا. لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات إذا استفدتوا من الحلقة وإذا طبقتوا الحمام المغربي ولا لا. أشوفكم في السنة الجاية إن شاء الله. سلام.